تطورات كتيرة بتحصل في قطاع غزة مع استمرار العملية العسكرية لدولة الاحتلال شرق رفح الفلسطينية. ردود فعل رافضة تماماً لهذا العدوان اللي بيهدد حياة أكثر من 1.5 مليون مواطن فلسطيني. يمكن امبارح شفنا اليونيسف منظمة الصحة العالمية قالت أن التصعيد الأخير في رفح الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من المعاناة ما بين الأطفال. البيت الأبيض قال أن الرئيس الأمريكي بيعارض هذه العملية وأوقف شحنة أسلحة أمريكية لإسرائيل يخشى استخدامها في رفح الفلسطينية. كمان على مدار اليومين اللي فاتوا القاهرة استضافت كل الأطراف لاستكمال المسار التفاوضي والوصول إلى هدنة شاملة. كمان في مصدر مصري رفيع المستوى أكد امبارح مغادرة وفود حماس وإسرائيل للتشاور عقب جولة مفاوضات امتدت لمدة يومين، وأنه كمان الجهود المصرية مستمرة في تقريب وجهات نظر الطرفين خاصة في ظل التطورات الأخيرة بقطاع غزة. الحقيقة أنه الدولة المصرية بتكثف جهودها في عدد من المسارات والمحاور. المسار الأول بيتعلق بمحاولة الوصول إلى اتفاق هدنة شاملة، وهذا المسار اللي بتصر عليه القاهرة من اليوم الأول لهذه الحرب لوضع حد لنزيف الدماء. أما المسار الثاني هو إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وزي ما حضراتكم جميعاً عارفين أن مصر قدمت بمفردها أكثر من 80% من المساعدات لقطاع غزة. المسار الثالث هو شرح الأوضاع وتداعيات الأزمة لدول العالم بالكامل وتأثير هذا الاقتحام الأخير على الواقع الإنساني في غزة وعلى أمن ومنطقة الشرق الأوسط. يعني احنا حاولنا نوصل لحضراتكم الصورة بإيجاز سريع جدا، لكن أكيد النهاردة هنتابع مع حضراتكم كل التطورات الخاصة بهذا الملف والجهود المصرية في الوساطة وتحقيق الهدنة الشاملة على مدار حلقتنا النهاردة. مرة تانية بنصبح على حضراتكم جميعا، صباح الخير والسعادة عليكم. صباح الخير يا مصر.